السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ أتمنى من الجميع فتح ملف الشرائح على صفحة رقم 37. نبدأ إن شاء الله بإذن الله في هذا اللقاء، نكمل ما توقفنا عنده وهو موضوع السندات. ثواني إن شاء الله ونبدأ. طيب خلونا بس نعمل مراجعة سريعة على ما تطرقنا له في اللقاء الماضي على ما يتم زملائكم. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن النوع الآخر أو النوع الثاني من الالتزامات طويلة الأجل وهي السندات. فتكلمنا عن المحاسبة عن السندات. ففي البداية تعرفنا إيش معنى السندات، وكذلك ذكرنا العناصر الرئيسية في السندات، تمام، اللي هو المبلغ المستحق، الفائدة الاسمية، تاريخ سداد الفائدة، متى يستحق السند، تمام. بعدين تطرقنا إلى أنواع السندات وذكرنا عدة أنواع، وقلنا السندات محددة الأجل والسندات متسلسلة الاستحقاق، تمام. بعدين ذكرنا أنواع السندات من حيث الضمان إلى عدة أنواع، السندات بضمان، سندات بدون ضمان، سندات مقابل التحويل إلى آخره. بعدين ذكرنا أوجه الاختلاف بين السند والسهم، وذكرنا حوالي تقريبا 6 فروقات نفرق بين حامل السند وحامل السهم. بعدين تطرقنا إلى إصدار السندات، وذكرنا القيود اليومية الخاصة بهم، وكذلك ذكرنا هناك تعديل في صفحة رقم 34، تمام. قلنا القيد يكون اللي هو في لما يتم بيع 300 سند، تمام. فذكرنا لما نعمل القيد في الاكتتاب العام يكون من حساب من 500,000 من حساب اكتتابات مستحقة عن السندات إلى 500,000 حساب السندات المكتتب فيها. هو مكتوب السندات فقط عليها كلمة المكتتب فيها، تمام. اللي بيتصل يرجع للقاء الماضي. بعدين أخذنا يعني طريقة يعني توزيع الدفعات للسند، تمام. وتطرقنا كيفية حساب سعر السند، تمام، كيف نحسب سعر السند عن طريق يعني الحصول أو تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية. هذا السند هو عبارة عن تدفقات نقدية مستقبلية، أنا أجيب قيمتها الحالية، فبالتالي أوصل إلى سعر السند. فبالتالي يصير أنا أضرب مثلا قيمة السند 1000 ريال، أضربها في رقم معين مثلا 0.62، أو الفوائد 80 أضربها في معامل مثلا 3.79. كيف جبنا 0.62 أو جبنا المعامل الخاص بالفوائد 3.79؟ هذا له معادلة لو تبحثون يعني في النت، اللي هو سعر السندات. هناك قانون، أنا موجود عندي الملف، بس يعني هذا من باب الاطلاع، فأنا ما أبي أحاول أنشر لكم يعمل لكم ربكة، تمام. هذا اللي درس مثلا مادة الأسواق المالية، فبالتالي يعرف. أنا الآن في صفحة 35، تمام. فبالتالي اللي درس الأسواق المالية فهناك قانون سهل جدا هو نستخدمه عند تحديد سعر السند، تمام. ولكن حنا الفكرة نبقى نفهم الفكرة العامة. السند مثلا قيمته 1000 ريال كقيمة اسمية، تمام. لما تصدر الشركة السند، تمام، تحدد القيمة الاسمية ولنفرض 1000 ريال، وتحدد الفائدة الاسمية لنفرض 8%، تمام. ربما لما تقوم الشركة ببيع السند، يعني عملية إصدار السند تأخذ وقت، تمام، فبالتالي على ما يصدر السند وتأخذ الفسحات وكذا. فلما ينزل السوق عندما تبيع ربما تختلف سعر الفائدة السوقية عن الفائدة الإسمية، تمام. فلما تفرق الفائدة السوقية عن الفائدة الإسمية هنا يتغير سعر السند.
قد نبيعها بخصم، أي نبيع بأقل من 1000 ريال، هو قيمة الاسمية بـ1000 ريال، ولكن نبيعها بخصم في حالة لما تكون الفائدة السوقية أعلى من الفائدة الاسمية. يعني الفائدة الاسمية 8% ولكن السوق يعطي 10%، فبالتالي الناس ما تشتري السند تبع الشركة. ليه؟ لأنه يعطي فائدة أقل، فبالتالي عشان الشركة تسوق هذه السندات تقول لهم طيب أنا فعلا أعطيكم سندات، أعطيكم فائدة اسمية أقل، ولكن ببيع لكم بخصم، بدام هو بـ1000 أنا ببيع مثلا بـ900 ريال. تمام. وعندنا حالة ثانية، أن لما تكون الفائدة الاسمية أعلى من الفائدة السوقية، فتكون الفائدة الاسمية 8% ولكن الفائدة السوقية مثلا 6%، فبالتالي الناس أو المستثمرين يريدون أن يشترون هذا السند لأنه يعطي فائدة أعلى من الفائدة السوقية، فبالتالي لما يزيد الطلب سوف يكون طبيعي يرتفع سعر السند. فبالتالي بدال ما أبيع بـ1000 ريال أقول لهم لا، أنا الآن الطلب زاد، فبالتالي أبيع مثلا بـ1200. تحديد متى أبيع مثلا يعني بدقة بـ1200، ولا أبيع مثلا بـ1100 في حالة العلاوة، أو في حالة الإصدار هل أبيع بـ900 ولا أبيع بـ800؟ كيف أجيب قيمته بالضبط؟ عندي قانون أو عندي معادلة هي تحديد سعر السند. القانون هذا أنا ما أبي أشغلكم فيه لأني لن أطالبكم به. تمام. فاللي يبقى يستزيد بإمكانه يراسلني وأبعث له هذا القانون. تمام. أنا يهمني فقط أنكم تفهمون المبدأ، عندما تفرق الفائدة الاسمية عن الفائدة السوقية يتغير سعر السند حسب الحالات اللي ذكرتها. تمام. سوف يكون عندي حالة خصم إصدار، أو يكون عندي علاوة إصدار، أو أحيانا نصدر السند بنفس القيمة. أنا الحين أسألكم سؤال للي يتابع معي، متى يصدر السند بنفس يعني القيمة؟ يعني هو قيمته الاسمية 1000 ريال، ولما نأتي نبيع في السوق يكون سعر السند مثلا 1000 ريال، متى يكون؟ ممتازة الأخت مريم، هذه فاهمة ما شاء الله معانا 100%. لما تكون الفائدة الاسمية نفس الفائدة السوقية، أنا عندي الفائدة الاسمية للسند مثلا 8% والسوقية 8%، فبالتالي هو قيمتها الاسمية 1000 ريال، فأنا ببيعها بـ1000 ريال. أنا فقط يهمني تفهمون هذا المفهوم، عندي حالة خصم إصدار، علاوة إصدار، وعندي لما تتساوى تمام الفائدة الاسمية مع الفائدة السوقية نصدر بنفس القيمة الاسمية. تمام. أما قضية القيمة الحالية وكذا يعني ما ودي شوي أشغلكم فيها، لأن نوعا ما مش هدفنا الرئيسي. تمام. الآن الكلام اللي أنا قلته هذا بنشرحه مرة أخرى لما نتطرق بالتفصيل إلى موضوع خصم الإصدار وإلى علاوة الإصدار، فبالتالي لا حد يعني يرتبك أو يقلق. تمام. بعدين تطرقنا إلى في صفحة 36 إلى استنفاد السندات واحتساب الفوائد. تمام. وأخذناها من وجهة نظر حامل السند ومن وجهة نظر مصدرة السند. تمام. وذكر لي هنا الآن في صفحة 37 في عدة مصطلحات أتمنى أنكم تطلعون عليها. تمام. اللي هو صافي التزام في نهاية السنة. تمام. عندي مصروف الفائدة السوقي، كيف نحسب مصروف الفائدة، كيف نحسب مصروف الفائدة، كيف نحسب النقدية. تمام. وهو يمثل القيمة الاسمية ضرب معدل الفائدة الاسمية. أتمنى أنكم تطلعون عليها في صفحة 37. هذه الآن أنا بعيد شرحها مرة ثانية في يعني خلال لما تطرق إلى حالة الخصم وحالة العلاوة. تمام. ولكن هنا في مصطلحات أتمنى أنكم تقرؤونها لأن نوعا ما تثبت له عندكم الفهم. تمام. خلونا الآن نبدأ في درسنا يعني أو لقائنا، الجزء الجديد اللي هو في نهاية صفحة 37 وهو إثبات العمليات المتعلقة بالسندات في الدفاتر. احنا الآن في اللقاء الماضي أعطيناكم مفاهيم عامة، الآن كيف نسجل القيود كمحاسبين. طبعا المفاهيم اللي ذكرناها مهمة لأنك أنت لما تفهم فبالتالي تسجل القيد بطريقة صحيحة. هل الجميع متابع معي؟ أنا الآن في نهاية صفحة 37. الآن يذكر لي مقدمة يعني عن طريق كيف يتم إثبات السندات. أول نقطة، يتم إثبات السندات بقيمتها الإسمية. تمام. بقيمتها الإسمية، هي قيمة 1000 ريال، لما نبيعها أسجلها
عندي في جانب الدائن ب 1000 ريال، تمام؟ ولكن واقعيا لما انا اجي ابيع السند، طيب واقعيا الاخت مريم صفحة 36، هذه المصطلحات انا ما ادري، احس اني كني شرحتها لكم، تمام؟ ولكن هي بنعيدها الان مرة ثانية، تمام؟ بنعيدها مرة اخرى، تمام؟ يعني كل هذه المصطلحات بنعيدها، يعني في خاصة في حالة خصم الاصدار وعلاوات الاصدار، تمام؟ انا ما ادري، انا احس اني كني ما اذكر انا كني اتوقع تطرقت لها، تمام؟ ولكن حتى لو مثلا ما تطرقت لها، لا بعيدها مرة ثانية وثالثة لتخافون، يعني يعني تزعجون منها. فخلونا الآن بس نركز الآن في الموضوع، قضية الآن اللي إثبات العمليات المتعلقة بالسندات. طيب الجميع معي الآن؟ الآن نرجع الآن في قضية إثبات العمليات المتعلقة بالسندات في الدفاتر اللي في نهاية صفحة 37. بس على قضية إن يعني شرحتها ولا ما شرحتها، بس عشان تعرفون طبيعة اللقاءات، احنا فقط نركز على الأشياء يعني المهمة. أما يعني كمنهج هو أوريدي يعني مشروح لكم بالصوت والصورة، تمام؟ اللقاءات هذه الهدف منها فقط الجواب على أسئلتكم، ولكن احنا يعني بما أن الطلاب غالبا ما يسألون أو تكون أسئلتهم محدودة، فبالتالي احنا يعني نحاول نشرح بطريقة أخرى لهذه المواضيع. طيب نرجع الآن على إثبات العمليات المتعلقة بالسندات في الدفاتر. هو الآن عندنا كمحاسبين حنا نسجل السندات بقيمتها الدفترية، تمام؟ ولكن لما نأتي نبيع السند، قد نبيعه بسعر مختلف عن القيمة الإسمية زي ما ذكرنا. ليه؟ لأن تكون الفائدة السوقية تختلف عن الفائدة الإسمية. فالفرق هذا لما يكون مصالح الشركة، يتم بيع السندات بعلاوة إصدار، أي أن الشركة تبيعها بأكثر من قيمتها الإسمية. ولما يكون الفائدة السوقية أعلى من الفائدة الإسمية، فبالتالي الشركة تضطر أن تبيعها بخصم بأقل من قيمتها الإسمية، فبالتالي نعمل حساب خاص باسمه خصم إصدار. تمام؟ خلونا الآن ناخذ الحالة الأولى اللي خصم إصدار السندات. وطبعا هذا الآن بيعيد لنا الكلام اللي ذكرناه في المقدمة، واللي بيكون في صفحة 37، وكذلك بيتطرق إلى طريقة الاستنفاد، تمام؟ اللي يعني كانوا شوي قلقين من قضية صفحة 36، هذا نفس الآن بيعيد نفس الكلام، تمام؟ يعني هذه الجداول فقط هي للفهم، ولكن حنا نركز على القيود، فبالتالي حنا بنعيدها الآن بس على شكل قيود يومية، فبالتالي سوف نشرحها بطريقة أخرى. خلونا الآن في صفحة 38، إصدار السندات بخصم إصدار. عندنا الآن متى، الحين بسأل السؤال عشان أبي أتأكد أنكم معي، متى يتم إصدار السندات بخصم إصدار؟ إذا كان السوق الفائدة، إذا كان يعني سعر أو معدل الفائدة السوقية أعلى من الفائدة الرسمية، ممتازين، تمام؟ فبالتالي الشركة تبيع السندات بخصم إصدار، تمام؟ خلونا الآن ناخذ المثال في صفحة 38، تمام؟ هنا يقول السؤال أو المثال: بيع السندات قيمته الرسمية 10 ملايين ريال بمبلغ 9,242,640 ريال. في هذه الحالة يكون خصم الإصدار قدره 758,360 ريال. أنا الآن لو ذكرت لك السؤال معلومتين فقط، أنا أستطيع أن أوجد خصم الإصدار. لو قال لي الآن القيمة الإسمية للسندات 10 ملايين، وباعت الشركة ب 9,242,640 ريال، ولا ذكر لي خصم الإصدار، أنا أستطيع أن أوجد خصم الإصدار. كيف أوجد خصم الإصدار؟ الفرق ما بين المبلغ الذي تم بيع فيه السندات وقيمتها الإسمية. فأنا أطرح 10 ملايين من 9,242,640 ريال
يعطيني مبلغ قصر الإصدار اللي هو قدره 758,360 ريال، تمام؟ فبالتالي الآن كيف يتم تسجيل القيد؟ خلونا الآن نشوف في منتصف الصفحة كيف يتم تسجيل القيد عند بيع السندات. ذكرنا معلومة في المقدمة أن السندات إذا تسجل فهي تسجل بقيمتها الإسمية، قيمتها الإسمية 10 ملايين، فيجب أن نسجلها 10 ملايين، تمام؟ فبالتالي الآن أنا بعت السندات فدخل عندي نقدية، كم دخل لي النقدية؟ ذكر لي في السؤال بعتها بكم؟ 9,241,640 ريال. فنجعل في جانب المدين من حساب النقدية، النقدية زادت، أنا بعت السندات دخلت علي فلوس، فبالتالي النقدية أجعلها مدينة، تمام؟ خلوني أنسى خصم الإصدار، أروح أنتقل إلى قضية الطرف الثاني اللي هو الدائن. السندات حنا عندنا قاعدة، السندات تسجل بقيمتها الإسمية، كم قيمتها الإسمية؟ 10 ملايين ريال، تمام؟ فبالتالي خصم الإصدار يصبح حساب متمم، تمام؟ اللي هو الفرق ما بين النقدية والسندات، وبما أن الجزء المدين أقل فبالتالي خصم الإصدار توضع في جزء المدين، فبالتالي نجعل من مذكورين حساب النقدية ب 9,241,640 ريال، ومن حساب خصم الإصدار بقيمة 758,360 ريال إلى حساب السندات بقيمة 10 ملايين ريال، هذا القيد، تمام؟ فبالتالي أنا عندي الآن أول قاعدة أن في حالة خصم الإصدار، خصم الإصدار عند نشوءه يكون مدينا، تمام؟ فهذه نسجلها كقاعدة أو كنوت أو كملاحظة، أن خصم الإصدار عند إنشائه يكون مدينا، تمام؟ هذه النقطة الأولى. الآن حنا الآن بعنا السندات، طيب، والسندات هذه عليها فوائد دورية، فبالتالي أنا عندي في نهاية كل يعني سنة أو حسب تاريخ دفع الفائدة يعني يجب أن أحسب مصروف الفائدة وأسدد قيمة الفائدة الإسمية أو الفائدة التي على الشركة اللي حملت السندات. فكيف يتم تسجيل الفائدة المستحقة؟ أول حاجة عندنا الآن كما تلاحظون في نهاية صفحة 38 عند استحقاق الفائدة المستحقة وسدادها في نهاية كل فترة يجب مراعاة أن مصروف الفائدة الذي يتم تسجيله عن الفترة يتكون من جزئين. فلاحظوا الآن مصروف الفائدة يتكون من جزئين، الأول مقدار الفائدة المدفوعة عن الفترة، والنقطة الثانية مقدار نفاذ خصم الإصدار عن الفترة. فبالتالي أول حاجة، أول نقطة يجب أن أحسب قيمة مصروف الفائدة، تمام؟ كيف أحسب مصروف الفائدة؟ نسجل عندي الآن طريقة حساب مصروف الفائدة، عندي هذا زي الآن القانون، مصروف الفائدة يعني يتم يعني كيف نسجله؟ مصروف الفائدة يساوي رصيد صافي الالتزام في بداية السنة ضرب معدل الفائدة السائدة بالسوق. أعيد مرة ثانية، مصروف الفائدة هو عبارة عن رصيد صافي الالتزام في بداية السنة ضرب معدل الفائدة السائدة بالسوق أو سعر الفائدة السائد في تاريخ الإصدار، تمام؟ طبعا حسب السؤال كان سعر الفائدة السوقية كم كان؟ كان 10%، تمام؟ لو نرجع إلى صفحة رقم 37 ذكر لي هنا أن الفائدة كانت 10%، هذه الفائدة تمثل فائدة السوقية عند إصدار هذه السندات، وأما الفائدة الإسمية كانت 8%، تمام؟ أما الفائدة الإسمية كانت 8%، فبالتالي الآن يعني أبي الجميع يعني يجيب له ورقة ويسجل معي القيد، تمام؟ الآن نبي نحسب الآن مصروف الفائدة، تمام؟ فعندي أول حاجة الآن نجعل من حساب مصروف الفائدة وقيمة مصروف الفائدة 924,164 ريال، مصروف الفائدة
924,164 ريال. كيف أتى هذا؟ يعني اكتبوا من حساب مصروف البعيدة، بعدين حطوا بين قوسين نفس الكلام اللي ذكرت لكم، رصيد صافي الالتزام في بداية السنة ضرب معدل الفائدة السائدة بالسوق في تاريخ الإصدار، ضرب معدل الفائدة السائدة بالسوق في تاريخ الإصدار. الآن بسأل سؤال، ما هو رصيد صافي الالتزام في بداية السنة؟ ما هو رصيد صافي الالتزام في بداية السنة؟ ممتاز يا اختاريا، اللي هو 9,242,640 ريال، تمام؟ اللي هو تقريبا، خلونا نرجع، اللي هو 900 و... اللي هو 9,241,640 ريال، تمام؟ انت كاتبه 42، هو 41، تمام؟ يعني 9241640، تمام؟ وش المقصود الآن صافي الالتزام؟ حنا الآن لما بعنا السندات هي قيمة الاسمية 10 ملايين، ولكن حنا بعناها بكم؟ بعناها بخصم، بعناها ب9,224,640 ريال، تمام؟ فبالتالي أنا عندي في الدفاتر القيمة الدفترية للسندات هي بالمبلغ اللي دخل لي، اللي هو 9,224,640 ريال. هذا المبلغ أمسكه وأضربه في معدل الفائدة اللي هو 10%، فبالتالي أعطاني هذا الرقم اللي احنا كتبناه في القيد، 9,241,000، يعني اللي هو طلع كم؟ 924,164 ريال. فعندي الآن القيد اللي هو في صفحة 38، 924,164 ريال. عرفنا كيف جاء هذا مصروف الفائدة؟ نحسبه حسب القاعدة، رصيد صافي الالتزام في بداية السنة ضرب سعر الفائدة السائد في تاريخ، أو ضرب سعر الفائدة السوقية في تاريخ الإصدار. فأنا الآن عندي أول الرصيد كان دخل عليه مبلغ 9 مليون، تمام، و 421,640 ريال. هذا لما أنا بعت السندات في خصم الإصدار، فبالتالي أنا أخذ الفائدة على هذا المبلغ أضربه في 10% فأعطاني هذا المبلغ، تمام. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، خلونا نروح الآن إلى مذكورين. إحنا ما زلنا الآن نكتب القيد، تمام. أول شيء كتبنا من حساب مصروف الفائدة، بعدين نكتب إلى مذكورين. عندي الآن حسابان، الحساب الأول خصم الإصدار خطره، بعدين اكتبوا لي حساب النقدية. حساب النقدية هنا كاتب لي 800,000 ريال. كيف حسابنا 800,000 ريال؟ ممتاز أخ سعود، تمام. النقدية هذه احنا دفعناها فجعلناها دافع، عندها انقصت عندنا. الآن سجلوا عندي قاعدة أخرى، فلما تكتبون من حساب النقدية حطوا بين قوسين. كيف نحسب النقدية؟ هي عبارة عن القيمة الإسمية للسندات ضرب معدل الفائدة الإسمي، تمام. فنكتب الآن، احنا كتبنا الى حساب النقدية، افتح قوس اكتب القيمة الاسمية للسندات ضرب معدل الفائدة الاسمي. كم القيمة الاسمية؟ 10 ملايين. كم معدل الفائدة الاسمية؟ 8%. 10 ملايين ضرب 8% اصبح لي كم؟ 800,000 ريال. طبعا خصم الاصدار هو يصبح حساب متمم. كيف حساب متمم؟ يعني اشوف الفرق ما بين مصروف الفائدة والنقدية، أطرحهم من بعض ويصبح خصم الإصدار متمم. فالآن سجلوا عندي قاعدة، خصم الإصدار، خصم الإصدار يكون مدينا عند ظهوره أول مرة، ومن ثم يجعل دائنا عند احتساب مصروف الفائدة. سجلوا معاي، خصم الإصدار يكون مدينا عند ظهوره أول مرة، ومن ثم يجعل دائنا عند احتساب مصروف الفائدة، ويكون يعني رصيده هو الفرق بين مصروف الفائدة والنقدية المدفوعة، يعني حساب متمم.
فعرفت الآن فكرة هذا القيد. أنا عندي القيد الأول، بعت السندات فسجلت من حساب النقدية ومن حساب خصم الإصدار إلى حساب السندات، بعدين انتقلنا الآن في نهاية السنة أنا لازم أحسب مصروف الفائدة وأدفع الفائدة المستحقة التي علي. فأنا كيف أحسب مصروف الفائدة؟ عندنا قاعدة هو عبارة عن رصيد صافي الالتزام في بداية السنة ضرب سعر الفائدة أو ضرب معدل الفائدة السوقي أو الفائدة السوقية في تاريخ الإصدار. بعدين عندي خصم الإصدار هو يكون متمم، وعندي حساب النقدية هو عبارة عن القيمة الاسمية للسندات ضرب معدل الفائدة الاسمي. تمام. وذكرنا ملاحظة أن خصم الإصدار يكون مدينا عند ظهوره أول مرة. متى ظهر أول مرة؟ عند بيع السندات. تمام. ومن ثم يجعل دائن عند احتساب مصروف الفائدة، ويكون رصيده هو الفرق بين مصروف الفائدة والنقدية المدفوعة. هل واضح؟ ممتاز. في أحد عنده سؤال في هذه الجزئية؟ هل يوجد أي سؤال في هذه الجزئية قبل ما ننتقل إلى الجزئيات التي تليها؟ ممتاز. فالآن خلاص، إذا إحنا الآن سجلنا هذه الملاحظات بتكون إن شاء الله الأمور كلها واضحة. تمام. فيعني انتهينا منها. فعندي الآن لو نأتي الآن إلى تقريبا خلاص الآن انتهينا من هذه السنة، لو نأتي الآن إلى قائمة المركز المالي كيف تظهر السندات. أنا الآن في صفحة نهاية صفحة 38، عندي السندات نسجلها في قيمتها الدفترية وهي كم؟ 10 ملايين ريال، ونحط خصم الإصدار. تمام. خصم الإصدار. تمام. وخصم الإصدار هذا يعني ناطح من قيمة السندات. عندي سؤال الآن، خصم الإصدار قيمته كم في قائمة المركز المالي؟ 634,196 ريال. تمام. ليش؟ من أين أتى هذا الرقم؟ أعيد السؤال مرة أخرى. أنا الآن في عندي قائمة المركز المالي، عندي خصم الإصدار رصيده 634,000. ممتاز أخت زينب، أنا فهمت تقصدين. الآن خصم الإصدار أول ما نشأ عندي، تمام، لما بعت السندات كان رصيده كم؟ 758,360 ريال. تمام. تشوفون في منتصف الصفحة 38. تمام. بعدين في نهاية السنة احنا الان نزلنا الرصيد. تمام. لان خصم الاصدار نشأ مدين، ولما ناتي الى حساب الفائده مصروف الفائده نجعله دائنا، فحنا نزلناه بمبلغ 124,164 ريال، فبالتالي نطرح من اصل المبلغ، فبالتالي يعطيني الصافي 634,196 ريال كما هو ظاهر عندكم في قائمه المركز المالي. طيب. هنا طبعا يذكر لي ملاحظه في صفحه 39 ان حسب المبادئ المتعارف عليها يجب ان نظهر السندات بهذه الطريقه زي ما تشوفون في صفحه في نهايه صفحه 38. يعني اكتب السندات واحط يعني الخصم الاصدار، بعدين اكتبها اطلع الصافي. يعني بعضكم يقول لي ما نكتب السندات في يعني السعر الصافي، لا، حسب المبادئ المتعارف عليها يجب ان تظهر بهذه الطريقه، نكتبها في قيمتها الاسميه 10 ملايين، ونطرح منها خصم الاصدار، وبعدين نكتبها في الصافي اللي هو 9,365,804 ريال. طيب الاخت منال تسال على نقطه قائمه المركز المالي، اعيدها. طيب ما مشكله. الان قائمه المركز المالي في نهايه السنه الاولى، الان لما نجي نعمل قائمه المركز المالي ونذهب الى جانب التزام الخصوم ونذهب الى جانب التزامات طويله الاجل نسجل السندات. السندات يجب ان تظهر بقيمتها الاسميه. كم قيمتها الاسميه؟ 10 ملايين ريال، فبالتالي نسجلها 10 ملايين ريال، ما في اي مشكله. تمام.
بعدين نخصم منها خصم الإصدار، تمام؟ خصم الإصدار رصيده في البداية كان 758,360 ريال. لما تذهبين إلى أول قيد اللي هو قيد بيع السندات، كم كان رصيد خصم الإصدار؟ هذا المبلغ اللي ذكرته، 758,360 ريال، تمام؟ هذا الرصيد. لما جعلنا قائمة المركز المالي لم نضع هذا الرصيد، ليه؟ لأن حنا الآن لما حسبنا الفائدة نزلنا رصيد خصم الإصدار، تمام؟ فنزلنا في كم؟ يعني 124,164 ريال. هذا الآن لما ترجعين إلى قيد إثبات الفائدة ترين خصم الإصدار جعلناه دائم ب 124,164 ريال. فنطرح الآن يعني المبلغ اللي هو الأولاني اللي ذكرناه في قيد البيع، تمام، من اللي ذكرناه في قيد إثبات الفائدة، ويصبح لي المبلغ اللي هو ظاهر في قائمة المركز المالي اللي هو 634,196 ريال. واضح يا أخت منال؟ ممتاز. وطيب خلصنا الملاحظة اللي قلنا حسب المبادئ المتعارف عليها تظهر السندات قيمتها الإسمية، ويتم خصم رصيد خصم الإصدار منها، وبالتالي بعدين تظهر لي في الصافي. طيب ممتاز. الأخت زينب يعني كتبت هذا الكلام في جزء المحادثات، ممتاز. طيب بعدين الآن خلاص، الآن القيود سوف تتكرر كل نهاية سنة، أحسب مصروف الفائدة، تمام، وأدفع الفائدة الإسمية لحملة السندات، تمام. وكيف نحسب مصروف الفائدة؟ ترجعون للقاعدة اللي ذكرتها لكم، هي عبارة عن صافي رصيد الالتزام في صافي الالتزام ضرب سعر الفائدة السائد أو الفائدة السوقية السائد في تاريخ الإصدار، وبعدين النقدية بتكون ثابتة 800,000 ريال، وخصم الإصدار هو متمم، تمام، وهو متمم. فعندي في 1416 عندي مصروف الفائدة، تمام، حسبنا بنفس القاعدة. طب كل الكلام اللي قلت لكم بتحسبون بيطلع لكم نفس الناتج. والنقدية احنا عندنا القاعدة معروفة، القيمة الإسمية للسندات ضرب معدل الفائدة الإسمي، وخصم الإصدار هو متمم مطبقة في 1416 17 18 19. بعدين عندي في نهاية 1419 نرد السندات، فكيف القيد يكون؟ يكون من حساب السندات في جانب المدين ب10 ملايين إلى حساب النقدية دائم ب10 ملايين ريال، تمام؟ فهذه الآن هي طريقة اللي هو إثبات الحسابات المتعلقة في حالة إصدار السندات بخصم إصدار. أتمنى أنكم يعني القواعد اللي ذكرتها لكم تطبقونها وتكون واضحة لكم. هو عندنا فقط قيدين رئيسيين، عندي القيد الأول عند بيع السندات، وعندي القيد الثاني لما أسجل مصروف أو أثبت الفائدة، تمام؟ وعندي نقطة كيف أحسب مصروف الفائدة وكيف أحسب النقدية، وذكرتها لكم. فيعني اللي فاته وكذا يمكن أن يرجع إلى التسجيل مرة أخرى. خلونا يعني نستفيد من الوقت في شرح الأجزاء الأخرى. طيب الآن هذه تسمى طريقة، يسمونها طريقة الفائدة السائدة، اللي يتم فيها استنفاد خصم الإصدار، تمام، أو العلاوة من الفائدة. وهناك عندي طريقة ثانية اللي يسمى طريقة القسط الثابت، وهي تحميل كل سنة بقسط ثابت من خصم الإصدار، تمام. هي هناك طريقتين، يعني أتمنى أنكم تطلعون عليها. ولكن هنا يقول لك بصفة عامة تعتبر طريقة الفائدة السائدة مقبولة قبولا عاما، مقبولا قبولا عاما، وأتمنى أنكم تطلعون عليها. يعني فإذا تفهمتوا الجزء الأول فبتفهمون الكلام في هذه الجزئية. طيب الآن ننتقل إلى الحالة الثانية، وهي إصدار السندات بعلاوة إصدار. قبل ما أنتقل، في أي سؤال أو استفسار؟ ممتاز. طيب خلونا ننتقل الآن إلى إصدار السندات بعلاوة إصدار. أسألكم سؤال، متى يتم إصدار السندات بعلاوة إصدار؟ متى تقوم الشركة بإصدار السندات بعلاوة إصدار؟
ممتاز يا أخت مريم، تمام. لما تكون الفائدة الاسمية أعلى من الفائدة السوقية، يعني أنا كشركة عندي سنداتي كم الفائدة الاسمية؟ 8%، تمام. ولما جيت أبيع السندات كان سعر الفائدة في السوق 6%، تمام. فبالتالي أنا لما أجي أبيع السندات، طبعا الناس سوف تأتي للسند، سوف يزيد الطلب على السندات الخاصة بالشركة. وحنا ما نعرف، يعني درستوها في الاقتصاد، لما يزيد الطلب يرتفع السعر. فبالتالي أنا لما أجي أبيع السندات ما أبيعها بقيمتها الاسمية، يجب يعني تقوم الشركة ببيعها بأعلى من قيمتها الاسمية، وهذه الزيادة تسمى علاوة إصدار، تمام، تسمى علاوة إصدار. هذا الكلام كله مشروح في صفحة 39. طبعا هنا يذكر لي قصة أن الشركة مثلا لما تصدر السندات هي تصدرها بحسب، يعني لما تضع الفائدة هي تضعها بحسب الفائدة السوقية، ولكن أحيانا يتأخر إصدار السندات والفائدة السوقية تتغير. فتخيل أن كانت الفائدة السوقية 8%، فأنا جعلت الفائدة الإسمية للسندات 8%، ولكن تأخر بيع السندات، ولما بعت السندات نزل قيمة الفائدة وأصبحت 6%، فبالتالي أصبحت الفائدة الإسمية أعلى من الفائدة السوقية. فبالتالي لما الشركة تقوم ببيع هذه السندات فإنها تبيعها بعلاوة إصدار. ايش معنى علاوة إصدار؟ أي يتم بيع السندات بأعلى من قيمتها الإسمية. بعدين الآن في صفحة 40، طيب الآن ذكر لي كيف نحدد السعر. طبعا أنا الحين عرفت أني ببيعها بعلاوة، ببيعها بأكثر من، هي قيمتها الإسمية 10 ملايين، أنا الآن ببيعها بأكثر من 10 ملايين، كم المبلغ بالضبط؟ أنا أطبق قاعدة سعر السندات، تمام، سعر السندات. وزي ما قلت لكم أنا ما بدي يعني أشغلكم بكيفية كيف نحسب يعني قيمتها بالضبط، لأنها بتكون معطى في السؤال، لما تجيك بتكون معطى في السؤال. فالقيمة الحالية للفوائد السنوية شوفوها الآن في صفحة 40، 800 ألف. 800 هذه كيف جات؟ 800 ألف، ممتاز يا أخ سعود. 10 ملايين ضرب 8% اللي هي الفائدة الاسمية، فأصبح عندي 800 ألف. فأنا هذه 800 أبي أحسب قيمتها الحالية، تمام، ضربتها ب 4.21. كيف جت 4.21؟ هذا من القانون اللي ذكرتكم له، هناك في قانون بسيط يعني نطبقه يعطيني هذا الرقم، أنا ما أبي أشغلكم فيه. فبالتالي نضرب 800 ألف في هذا 4.21 وأعطاني هذا المبلغ اللي تجارونا أمامكم. بعدين القيمة الحالية لأصل القرض، القرض هو كم قيمته؟ 10 ملايين، تمام. فبالتالي أضربها في 0.74. من وين جاء 0.47؟ هذا من القانون، تمام، وأنا القانون هذا لن أطالبكم فيه. فبالتالي أعطاني هذا رقم معين، أنا أجمع الرقمين على بعضهم يعطيني قيمة أو سعر بيع السندات 10 ملايين و842 ألف و920 ريال، تمام. أنا يهمني أنكم تفهمون المفهوم العام، بما أن الفائدة الاسمية أعلى من الفائدة السوقية فإنه يتم بيع السندات بأعلى من قيمتها الاسمية. كم نبيعها بالضبط؟ طبعا هذه لها حسبة، أن نحسب القيمة الحالية للفوائد ولا القيمة الحالية لأصل القرض، تمام. وهذه لما تأتيكم بتكون معطى، يعني أنا بقول لك الآن القيمة الاسمية مثلا 10 ملايين، وتم بيعها بقيمة مثلا 10 ملايين و842 ألف و920 ريال. فبالتالي أنتم على طول، بما أن القيمة البيعية أعلى من القيمة الاسمية، فبالتالي تم بيع السندات بعلاوة إصدار، تمام. هذه الفكرة اللي أبغاكم تفهمونها. أما قضية كيف نحسبها بالضبط يعني هي ليس مطالبين بها، تمام. بعدين هنا يبين لي هنا جدول نفاذ الدين في حالة علاوة الإصدار، تمام. أتمنى نطالع هذا الجدول، تمام. الجدول الآن هذا اللي الناس اللي ذكروا لنا الجدول وكذا، هذا الآن نشرح لكم الجدول. الآن في بداية السنة، أنا الآن نطبق على نفس المثال، أنا عندي سندات قيمتها الإسمية 10 ملايين ريال، وفائدتها الإسمية 8%، ويعني سوف تستحق بعد 5 سنوات. فأنا الآن في بداية السنة في 1/2/1414 اللي هو جدول رقم 2 شرطة 3، هل الجميع متابع معي في صفحة 40؟ في
في بداية السنة أو في 1/2 1414 أنا بعت السندات بأعلى من قيمتها الاسمية، بعتها بالمبلغ اللي ترونه 10 ملايين و800 إلى آخره، تمام؟ فبالتالي في بداية السنة لا يوجد عندي مصروف فائدة، هذا العمود الثالث. العمود الرابع تصبح صافي الالتزام، قيمته كم؟ المبلغ اللي ترونه. فيصبح عندي في العمود الأخير صافي الالتزام 10 ملايين و842 ألف و920 ريال. نأتي الآن في نهاية يعني نهاية السنة، تنتهي السنة في 30/1/1415، تمام؟ فبالتالي كيف أدفع الفائدة المستحقة اللي هي عبارة 10 ملايين القيمة الإسمية ضرب 8%، هذه تمثل التدفقات النقدية الخارجة، تمام؟ فبالتالي بعدين الآن أنا أحسب مصروف الفائدة. كيف أحسب مصروف الفائدة؟ اذكروا لي القاعدة اللي ذكرتها لكم، كيف يتم حساب مصروف الفائدة؟ ممتاز يا أخ داليا، فالآن نشوف المبلغ وكم الناتج يعطيني؟ مكتوب عندكم الناتج اللي هو كم؟ 650,575 ريال. كيف حسبت جبناها؟ زي ما ذكرت الأخت داليا، القاعدة تقول مصروف الفائدة هو رصيد صافي الالتزام، تمام؟ ضرب سعر الفائدة السوقي أو السائد في تاريخ الإصدار، تمام؟ فممتاز جدا، أنت كذا يعني ما شاء الله فاهمين، تمام؟ فبالتالي أصبح لي مصروف الفائدة، تمام؟ فأطرح التدفقات النقدية من مصروف الفائدة، وطبعا بما أني دفعت لهم أكثر فبالتالي يصبح يعني 149,425 ألف بالناقص، فأطرحه من صافي الالتزام في نهاية في اللي في عمود 1414، ويعطيني الرصيد الجديد في 1415 اللي هو 10 ملايين 693,495 ريال. وبعدين نأتي إلى السنة التي تليها 1416، احنا ندفع الفائدة الاسمية ثابتة 800,000 ريال. مصروف الفائدة كيف نحسبه؟ نحسبه زي ما حسبناه في الطريقة الأولى، أذهب إلى صافي الالتزام في 1415 وأضربه في سعر الفائدة السائد في تاريخ الإصدار اللي هو كان 6%، ويعطيني هذا المبلغ وأطرحه من بعض، وبالتالي يعطيني نقص في صافي الالتزام، وهكذا إلى نهاية 1419، تمام؟ هذا يسمى جدول نفاذ الدين، تمام؟ فهذه الآن طريقته. يعني خلونا نأتي للقيود اليومية، تمام؟ يعني وهي الأهم عندنا، تمام؟ كيف نسجل القيود اليومية؟ أنا الآن في صفحة 41. أول حاجة لما بعنا السندات كم دخل علينا مبلغ؟ بعناها بعشرة ملايين وثمانمية واثنين واربعين ألف وتسعمية وعشرين ريال، فالنقدية زادت، تمام؟ من البيع، فبالتالي نجعلها مدينة، تمام؟ بعدين نسجل السندات، عندنا قاعدة السندات تسجل بقيمتها الإسمية. كم قيمتها الإسمية؟ 10 ملايين ريال، تمام؟ فيصبح عندي علاوة الإصدار هي المتمم، علاوة الإصدار هي المتمم، فتوضع في جانب الدائن، فيصير عندي قاعدة الآن سجلوها، علاوة الإصدار عندما تنشأ أول مرة فهي تنشأ كيف تنشأ؟ دائنة. علاوة الإصدار أول ما تنشأ فهي تنشأ دائنة، تمام؟ وعند احتساب مصروف الفائدة تجعل مدينة، تمام؟ وعند احتساب مصروف الفائدة تجعل مدينة. فالآن سجلنا قاعدة في قضية علاوة الإصدار، علاوة الإصدار أول ما تنشأ اللي هو في قيد البيع تنشأ دائنة، تمام؟ وتستهلك أو عند احتساب الفائدة فهي تجعل مدينة. لما احنا نسجل هذه القواعد خلاص بالتالي ما نتلخبط بإذن الله تعالى. فخلونا الآن نكمل، خلصنا من قيد البيع. في أحد عنده استفسار في قضية أول قيد؟ ممتاز أخت مريم، عكس خصم الإصدار. في أحد عنده استفسار بخصوص أول قيد؟ تمام. بعدين عندنا حساب مصروف الفائدة زي ما ذكرنا في جدول نفاذ السندات اللي هو في صفحة 40. مصروف الفائدة كيف نحسب مصروف الفائدة؟ نرجع إلى القاعدة اللي هو صافي الالتزام ضرب
ضرب كيف؟ ضرب سعر الفائدة السائد في تاريخ الإصدار، أو ضرب سعر الفائدة السوقي السائد في تاريخ الإصدار. فأنا أمسك صافي الالتزام وأضربها في 6% اللي هو كان سعر الفائدة السوقي في تاريخ الإصدار، وبالتالي يعطيني مصروف الفائدة. والنقدية كيف نحسبها؟ زي ما ذكرنا في القاعدة الماضية، القيمة الإسمية للسندات ضرب معدل الفائدة الإسمي، ويصبح علاوة الإصدار نجعله زي ما ذكرت في القاعدة يجعل مدينا عند احتساب مصروف الفائدة. وكيف يكون رصيده؟ يكون رصيده متمم. متمم، الفرق ما بين المصروف والنقدية نجعله متمم في جانب المدين، وهكذا إلى نهاية السنة يتم رد السندات، فنجعل من حساب السندات إلى حساب النقدية. وبالتالي يعني نأتي إلى قائمة المركز المالي، فلما نسجل السندات بقيمتها الإسمية علاوة الإصدار تضاف، رصيد علاوة الإصدار يضاف في قضية خصم الإصدار تطرح، أما هنا تضاف. تمام؟ ورصيد علاوة الإصدار طبعا يعني زي ما ذكرت كيف أتى الرقم هذا، زي ما ذكرنا في قضية شو اسمه خصم الإصدار، فطبقوا نفس الكلام يعني تصلون إن شاء الله إلى نفس النتيجة. فكذا هنا انتهينا، تجاوزنا الوقت المحدد عندنا في شعبة أخرى. إن شاء الله بإذن الله نكمل قضية السندات في المحاضرة القادمة. في أحد عنده استفسار سريع بخصوص موضوع اليوم؟ أتمنى اللي عنده يعني يأتي له سؤال وكذا يعني بإمكانه يكتبه في المنتدى ويبعث لي على الإيميل، أو يذكر لي إن شاء الله في اللقاء القادم. بإذن الله إن شاء الله بنعطيكم أسئلة على جميع الفصول اللي شرحناها لكم، فلا تشيلونها. تمام، خلونا بس الآن شوي نقطع شوط في اللقاءات، وبإذن الله زي ما ذكرت في بداية اللقاءات إن شاء الله هذه النقطة بغطيها لكم، فلا تشيلونها، لن تتفاجئون بإذن الله بأي حاجة إن شاء الله. إن هدفنا تفهمون إن شاء الله تجيبون درجات ممتازة. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.